خير ولا خير. اليوم غادي ندير معكم هاد صحيح لايف دابا اللي فما فهمش فيكم شي تمرين غادي يقول لي فين كاين عنده المشكل باش حنا التمرين نحاولوا نبسطو مزيان صافي. اذا نبداو على بركه الله. دابا بالنسبه لكم هاد التمرين الاول ما غاديش يبان لكم اسئله مزيان لان نتوما عندكم الورقه راه نبارطاجي معكم هاد بيتكم صغيره. بالنسبه للتمرين الاول شكون اللي عنده شي مشكل هاد التمرين الاول؟ استاذ كاع ما فهمت التمرين الاول كيفاش غندير ليه. استاذ شكرا بزاف بارك الله فيك. استاذ حتى انا ما فهمتش الطريقه كيفاش غنخدم التمرين الاول. ما فهمتش ليها استاذ واخا تشرح ليا شي طريقه مبسطه. فوالا مزيان. دابا حنا غادي نصاوبو التمرين الاول غنديرو غير العمليه الاولى اونتا عطاونا هما ا كتساوي لينا جوج عطاونا ا قالوا لينا ا كتساوي جوج على ثلاثة وعطاونا بي كتساوي ناقص واحد على خمسة وعطاونا سي كتساوي سبعة على ناقص أربعة. غنصاوبو هاد العملية واللي باقيين غنديرو ليهم نفس الطريقة. إذا شنو قالوا لينا؟ قالوا لنا نحسبوا أ في بي، أ مضروبة بي، يعني كل حرف غادي نعوضو بالقيمة ديالو. أ شحال هو؟ هو جوج على ثلاثة مضروب بي شحال؟ ناقص واحد قسمة على خمسة. فاش كيكون عندي الضرب شنو كنديرو؟ كنضربو البسط في البسط والمقام في المقام. إذا جوج كنضربوها ناقص واحد وفي المقام كنديرو ثلاثة مضروبة العدد خمسة كتعطيني هنا ديما كنضغط الإشارة ديالي هذا موجب وهذا سالب، سالب موجب كيعطيني سالب، عاد كنضرب العدد جوج في واحد هي جوج قسمة على خمسة عشر. وإلا كان عندي شي اختزال نختزلو في هاد المرحلة هادي قبل ما نوصل لهاد المرحلة قبل ما نوصل لهاد المرحلة هادي بالنسبة للآخر. دابا إلا بغينا نحسبو بي سي غادي نجيو غادي نديرو بي مضروبة بسي كتساوي غنعوضو كل حرف بالقيمة ديالو. إذا بي شحال؟ ناقص واحد قسمة على خمسة مضروب في سي شحال؟ سبعة على ناقص أربعة. هنايا ما عنديش شي عدد اللي كيتختزل مع فوق، في هاد الحالة غادي نضرب ناقص واحد غادي نضربها في سبعة وعندي خمسة غادي نضربوها ناقص أربعة. نحاول ندير ناقص أربعة بين قوسين وندير كتساوي موجب سالب كيعطيني سالب واحد في سبعة هي سبعة قسمة على موجب سالب كيعطيني سالب وخمسة في ربعة هي عشرين. كنجي لهنايا كنضغط الإشارة ديالي ردو البال عندنا هنايا ناقص وعندنا هنا ناقص ناقص قسمة ناقص كيعطيني زائد سبعة على عشرين وهذا العدد ميمكن ليش ندير ليه الاختزال مزيان. واضح. بقات لينا العملية الأخرى اللي هي أ في سي. غادي نجي وغادي نحسبو أ مضروبة في سي كيما درنا الأولين غنديرو التاني. إذا أ هي جوج على ثلاثة و سي هي سبعة على ناقص أربعة. هنايا عندي الإختزال شناهو الإختزال؟ غادي نختزل بهاد العدد جوج اللي كاين هنا والعدد ربعة. ربعة شناهو؟ أربعة غادي نضرب هنا وغنبينو لكم أربعة هو جوج مضروب في جوج يعني كنختزل بجوج. باش تبقى ليا تبقى ليا ناقص إذا العدد ديالي لا يبقى ليا لخر غادي تبقى لنا تتساوي أي عدد كنضربو كنعوضو بواحد. واحد مضروب في سبعة قسمة على ثلاثة مضروب فاش ناقص جوج إذا كيساوي هي سبعة قسمة على ناقص ستة وأي عدد بالنسبة للعملية الأخرى بنفس الطريقة غادي نصابو. كنظن بأن فهمتو شي شوية. أهو أستاذ فهمنا أستاذ حتى أنا درت بحال هكا وخرجت لي نفس النتيجة. واو برافو عليك الله يعطيك الصحة. إذا غندوزو للتمرين الثاني ونقولوا لي في هاد التمرين شنو المشكل اللي عندك. انا استاذ ما كنعرفش كيفاش باش كنعرفو نيجاتيف وباش كنعرفو راه بوزيتيف.
فوالا مزيان هادشي اللي بغينا. اذا قلنا العمليه الاول اون تو اون روج لا بوزيسيون برودوي نيجاتيف. عطاونا برودوي مثلا ناقص 7 قسم على 3 مضروب في البرودوي ناقص 2 قسم على 9. دابا هاد البرودوي هذا واش الخارج ديالو غيكون بوزيتيف اولا غيكون نيجاتيف؟ اذا كان نيجاتيف غادي ندور عليه بالاحمر. باش يكون بوزيتيف انا شنو كنلاحظ؟ كنلاحظ ان هاد العدد هذا عندي راه هو نيجاتيف وهاد العدد نيجاتيف، والنيجاتيف النيجاتيف كيعطيني البوزيتيف. اذا الخارج ديال هذا غادي يكون برودوي اللي هو بوزيتيف صافي ما غيكونش سالب. غادي نديرو 7 في 2 كتعطينا هي 14 مقسومة على 3 7 9 اللي هي 7 27. بالنسبة للعملية الثانية ملي كيكون عندي عدد عشري وهو سالب مثلا ناقص 3 كما عطاونا ناقص 3 على 4 كنضربو في العدد 6 على 25 كي غنديرو نخرجو هاد العملية بحال هكا. إذا كنديرو هاد العدد هذا اللي هو نيجاتيف كنحاولو نديرو قسم على 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 10 باش نحيدو هاد الفاصل، هي غيولي ليا ناقص 34 قسم على على 10. غادي نضربو العدد ديالي دائما اللي هو 6 على 25. هنا الخارج ديالي كي غادي يكون عندي هاد العدد موجب وعندي هاد العدد سالب، إذا الخارج غادي يكون سالب. ولكن قبل ما ندير الحساب ديالي خاصني ندير واحد الحاجة اللي سميتها سامبليفيكاسيون، يعني غادي نسامبليفي 6 مع 5 مع 10 غادي نسامبليفي بجوج، هادي غتبقى هادي هي 3 بلاتي أنا نديروها هنا بلاتي غنديروها بوحدها باش نشرحوها صافي. قلنا غادي نديرو هنا غادي نبسطو الأعداد 34 شنا هي؟ 34 هي 8 34 هي 2 في 14 2 في 16 2 في 16 و 16 هي 8 في 2 8 في 2 في 2 و 6 شنا هي؟ 6 هي 3 مضروبة في 2. كنحاول أنني نشتت الأرقام ديالي كاملة. نجي عند 10 شنا هي؟ 10 هي 5 مضروبة في 2 و 25 هي 5 مضروبة في 5. دابا كنشوف الاعداد ديالي اللي عندي الفوق نختزلهم، عندي هنايا 2 نختزل 2 عندي هنايا 5 و 5 هي 25 عندي سيدي هي 10 10 يمكن لي اختزلوها ب 2 يعني غتعطيني غير 5 لا 5 لا تبارك. هنا غنديروا الحساب ديالنا ونشوفوا فين غادي شحال غادي يوصلنا. غنديروا تساوي شحال عندنا هنايا هي 16 في 6 عندنا هنايا 6 6 في 2 6 في 8 هنايا ماشي 16 ولكن 17 غادي نديرو مضروبه في 17 حيت 34 كتساوي 17 في 2 صافي غنختزل في 2 غتبقى لنا 17 في 3 في 2 على 5 في 5 في 5 17 في 2 هي 34 3 غتعطيني 102 102 مع الناقص ديالنا هادي اللي حدا 2 هي ناقص 102 قسمه على 125. إذا خرجنا العدد اللي هو سالب. بالنسبة للسؤال الثاني اللي قالوا لنا كومبليتي كيعطيوني شي عملية كيكون ناقصها شي رقم خاصني نكومبليتيها، مثلا كيعطيونا ناقص 5 العملية ديال ناقص 5 قسم على 6 مضروبة، واخا مخصناش نخدمو هذا الامتحان لأن الامتحان ديال الدورة ديال الثانية حنا باقي موصلناش لهذا الشيء، كيساوي لينا 20 قسمه على شي عدد كيعطيونا خاصنا نقلبوا على هاد الاعداد هادي. هنايا اوتوماتيكمون كنشوفوا العلاقه ما بين ناقص 5 و 20 كنقولوا ناقص 5 شنو هو العدد اللي غنضربوا فيه باش يعطينا 20؟ عندنا الخارج موجب اذا عندي اشاره ناقص خاصني ندير ناقص في ناقص كيعطيني موجب، اذا لقيت ناقص انا درست الاشاره ديالي خرج ليا العدد الموجب. العدد اللي غادي نضرب 5 هو 4 اذا هنايا درت ناقص ناقص 4 اذا هنايا 5 5 شنو درتها؟ 5 ضربتها ناقص 4 ولا ضربت ناقص 4 الفوق اوتوماتيكمون ناقص 4 ما كاينش الفوق اذا ضربناها في ناقص
ناقص 4، وهذا عندنا اوتوماتيك كنضربوا 6 في 7 باش كنحصلوا على النتيجه ديالنا هي 2. وهنا يمكن لينا نختزلوا بجوج لان العدد كيسالي بعدد زوجي، ما عطاوناش هما صافي كنحددوا غير القيمه ديالنا. عمليه اخرى مثلا عطاونا سيدي قالوا لينا اها عطاونا واحد العدد قصري هنايا مجهول ما عارفينوش، قالنا نضرب 5 على 16، 5 على 16 وعطاونا الخارج ديالنا اللي كيساوي ناقص 9 ناقص 9 قسمه على 32 مازال. هنايا خاصني نشوف العلاقه ديالي مثل العدد التحتاني 32 غادي نقسم على 16 شحال غتعطيني؟ غتعطيني 2. اذا هنايا غنديرو 2 باش نقولو 2 مضروبه ب 16 كتعطينا 32. اما بالنسبه ل 9 عندي 5 فاش غادي نضربها باش تعطيني 9؟ اذا خاصني ندير 9 قسمه على 5، اذا ان شاء الله تعطيني غتعطيني 1 1 و 5 5 ناقص عطينا 4 4 زيدي بها 0 وديرو فاصله 8 غتعطينا 1.8. ولكن اذا درنا 1.8 ب 5 خاصه تجي العدد موجب، هنا عندي سالب اذا غنديرو ناقص 1.8 مزيان.